يقول السائل: علي 3 أيمان كل يمين في موضوع مستقل، وسؤال يا شيخ: هل إذا دفعت كيس رز 45 كيلو لأسرة محتاجة يكفي ويكفر عنها جميعا؟ لا بد من إحصاء الأيمان، ولا ندري هل هي توجب الكفارة أو لا توجب. إذا ثبتت أيمان وكانت توجب الكفارة، إن كانت على شيء واحد تكفي كفارة واحدة عنها جميعا، وإن كانت على أشياء متعددة فلا بد لكل يمين من كفارة مستقلة. وإذا كان يعرف عددها يعمل بمعرفته ويكفر عن كل يمين، وإذا كان لا يعرف عددها فإنه يقدرها عما يغلب على ظنه من عددها ويكفر.